توتنهام بيتقسم الى اربع بارتس، هو سي شيب ده فيرست بارت، سكند بارت، ثيرد بارت، وفورث بارت مش عارف. في الكونكافيتي بتاعت السي شيب دي بيبقى فيه الهيد بتاعت البنكرياس، تمام؟ دي مهمه قوي. البلاد سبلاي بتاع الديودنم عندنا سوبرا ديودنم ارتري، ده جاي من الهيباتيك ارتري بروبر. الهيباتيك ارتري بروبر ده ايه الفرق بينه وبين الكومن هيباتيك ارتري؟ ان الهيباتيك ارتري بروبر ده اللي هو قبل على طول ما يدخل في الليفر، تمام؟ عندنا في السوبيريور بنكرياتيكو ديودنم ما بين البنكرياس الهيد اوف بنكرياس والسكند بارت اوف ديودنم. سوبيريور بنكرياتيكو ديودنم ارتري ده من جاسترو ديودنم ارتري. وبعدين عندنا الانفيريور بنكرياتيكو ديودنم برضه هنا ما بين البادي والسكند بارت، ده جاي من السوبيريور ميزنتريك ارتري. هناخده اهم حاجه عندنا هي الريليشنز بتاعت الديودنم، فيرست سكند ثيرد بارت، فورث بارت مش عارف. الفيرست بارت عشان نفهم الانتيريور ريليشنز بتاعته عندنا ادي الليفر، تمام؟ الليفر هنحط الفيرست بارت في مكانه كده اهو، تمام؟ ادي الفيرست بارت الانتيريور ليه ايه؟ كوادريت لوب، باين الكوادريت لوب اهو انتيريور ريليشن، باين الجول بلادر، تمام؟ بعد كده دي كده السكند بارت، سكند بارت في جول، في ادي جول بلادر، وفي جزء من الرايت لوب بتاع الليفر، تمام؟ وتحت عندنا في ترانسفيرس كول. هنشيل الليفر، يلا نقول بقى الريليشنز تاني. فيرست بارت كان في هنا الكوادريت لوب، تمام؟ بعدين الجول بلادر، بعدين الجول بلادر مكمله معانا. ادي السكند بارت، عندنا جول بلادر تاني، عندنا في جزء من الرايت لوب بتاع الليفر، عندنا ترانسفيرس كولون، وفي الاخر خالص عندنا في كويز اوف انتستين، تمام؟ كويز اوف انتستين مكمله معانا هنا كمان في الانتيريور بتاع الثيرد بارت، وفي ال يعني نازله تحت هنا في الانفيريور بتاع الثيرد بارت، تمام؟ بقى الريليشنز بتاعت الفيرست بارت. قلنا الانتيريور عندنا، بص الانفيريور بتاع الفيرست بارت في الهيد اوف بانكرياس، الميديال او ال كده يبقى كده الليفت بتاعت السكند بارت عندنا هيد اوف بانكرياس كونكافيتي، تمام؟ السوبيريور بتاع الثيرد بارت عندنا هيد اوف بانكرياس، تمام؟ ناخده بقى ايه كل واحد لوحده. الفيرست بارت احنا كده قلنا الانفيريور وقلنا الانتيريور، فاضل لنا البوستيريور. عندنا فاكرين الفري مارجن بتاع الليسر اومنتوم كان فيه ايه؟ ثلاث حاجات، بورتال فين، تمام؟ وجاسترو ديودنال، بما انه عدى الابيبلوك فورامين فالارتري بقى اسمه جاسترو ديودنال، وعندنا الكومون بايل داكت. وبرده من البوستيريور ريليشن احنا لازم ناخد بالنا ان البنكرياس مش عامل كده، البنكرياس طالع لفوق شويه، بالتالي من البوستيريور ريليشن بتاع الفيرست بارت عندنا النيكو بتاعت البنكرياس، تمام؟ يبقى نيكو بنكرياس، بورتال فين، جاسترو ديودنال ارتري، كومون بايل داكت، ده كده بوستيريور. سوبيريور عندنا الابيبلوك فورامين، انفيريور عندنا بادي هيد اوف بنكرياس، انتيريور عندنا الكوادريت لوب والجول بلادر، تمام؟ السكند بارت عندنا الجول بلادر، عندنا جزء من الرايت بارت بتاع الرايت لوب بتاع الليفر، عندنا ترانسفيرس كولون، وعندنا كويز اوف سمول انتست او كويز اوف جيجن. عندنا للرايت هنا في الرايت كوليك فليكشر، الرايت كوليك فليكشر جاي كده وعامل كيرفتشر عند الرايت بتاع السكند بارت اوف ديودنم، تمام؟ بوستيريور للسكند بارت، لو حد فاكر من الكدني كنا في الهايلم بتاع الرايت كدني كان ريليتد ليه السكند بارت اوف ديودنم، ماشي؟ بالتالي بوستيريور للسكند بارت اوف ديودنم عندنا الهايلم بتاع الرايت كدني، وميديال كده احنا قلنا لاترال، قلنا انتيريور، قلنا بوستيريور. الميديال بتاعنا هيد اوف بانكرياس وسيباريتد عن الهيد، يعني في فاصل ما بين الهيد والسكند بارت. ايه هو؟ البلاد سبلاي اللي كنا قايلينه اللي هو السوبيريور والانفيريور بانكرياتيك ديودنال، ومعاهم البايل داكت. برضه بتاع ديودنال عندنا الانتيريور ريليشنز بتاعته، عندنا في روتو ميزنتري بالكونتنتس اللي فيه. ايه الكونتنتس اللي فيه؟ عندنا فيه السوبيريور ميزنتريك ارتري وفين اللي هم الفيزلز، وعندنا في الكويلز بتاعت السمول انتستين، تمام؟ ده كده الانتيريور.
بص سوبيريور عندنا في الهيد بتاعت البنكرياس بتاعت الكونكافيتي، انفيريور عندنا في الكويلز بتاعت الجوجنال الكويلز اسمها انتستين، انفيريور ريليشنز بتاعت الثيرد بارت اوف جوجنال عندنا في ثلاثة ريليشنز كبار وثلاثة ريليشنز صغيرين. الثلاثة الكبار عندنا الابدومينال اورتا وعندنا الانفيريور فينا كيفا وعندنا الرايت سوس ميجور. الرايت سوس ميجور ماشي عليها الرايت يوريتر، وعندنا في اثنين ارتريز اللي هو الانفيريور ميزنتريك ارتري وعندنا الرايت جونيدال ارتري.